ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. السلام على شهيدنا الغالي الصديق والزميل في المدرسة هاني عباس خميس، والذي افتقدناه في 17 ديسمبر 1994، حيث كانت الاحتجاجات والمسيرات في ذلك الوقت، وكنت في هذا البلد بلدة السنابس، وكانت المسيرات والاحتجاجات كبيرة، وعلى إثرها تم الطلق على هذا الصديق العزيز في ذلك اليوم واستشهاده في نفس الوقت. لنا ذكريات كبيرة وواسعة مع الشهيد، كان استقبالنا أيام الوفيات في محرم كذلك، وكان يغدق علينا من مائدة الإمام الحسين بعد انتهاء العزاء، فكنا نفتقده في هذه المواسم الحسينية. كان الزميل هاني عباس خميس ذو أخلاق عالية ويحترمنا نحن زملائه في الصف، وكذلك في هذا اليوم تم استهدافي من قبل القوات الأمنية، ولكن ولله الحمد تمكنت من الفرار، واستشهد في نفس اليوم هاني الوسطي، وهو كذلك أحد الأصدقاء وزملائنا في الصف. فلا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نقرأ سورة الفاتحة لهما، وندعو الله بأن يشفع لهما ويرحمهما وجميع شهدائنا الأبرار، والحمد لله رب العالمين.